الحجاج بن يوسف أمير أموي استعمله أول من استعمله عبد الملك بن مروان، ثم استعمله ابنه الوليد بن عبد الملك. ولما مات الحجاج في زمن الوليد قال الوليد: لئن كان أبي يقول إن الحجاج جلدة ما بين عينيه فإن الحجاج جلدة وجهي كله، من شغفه بالحجاج. وطد لبني أمية المنابر، وكان قائدا سفاحا، يعني سفاكا للدماء، بل نقل بأدب في سيفه رهق، يعني هذه أفضل من كلمة سفاح وكلمة ما بعدها. الحجاج مع ذلك كان معظما للقرآن ويكرم أهل القرآن، وكان حافظا له، وهو أحد أربعة من العرب لم يلحنوا في جد ولا هزم، كان فصيحا جدا. هذا الحجاج نقل عنه أنه عند موته قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. فالذي غبط الحجاج على هذه الكلمة فيما أحفظه هو عمر بن عبد العزيز، لما بلغه أن الحجاج قال هذا غبطه، كيف أنه قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. نقول: والعلم عند الله. إن الإنسان إذا كان له علاقة بالقرآن يأبى الله أن يذله، ومن ذكره الزعيم العربي معروف، وكان فيه إسراف في الدماء وبغي وعدوان حتى كتب الله له أن يؤسر. فلما كان في السجن ويتردد على المحاكمة فيما نراه نحن، يعني كان لا يترك المصحف من يده، فلعل والعلم عند الله أن تلك الأيام التي ارتبط فيها بالقرآن وفقه الله، ألهمه أن يقول الشهادتين قبل وفاته. ومعلوم أنه ليس كل أحد يوفق أن ينطق بالشهادتين قبل وفاته، والأعمال بالخواتيم. لكن عندما نقول عن أي أحد إن الأعمال بالخواتيم، لا يعني أبدا التسليم لما مضى من أيامه. مثاله: لو أن إنسانا جاء وقتل أحد جيرانه، ثم إنه سجن، ثم إنه تاب في سجنه، ثم قبل أن يقتص منه نطق الشهادتين والناس يسمعون، فلا يعني أن قتله لجاره كان حقا، هذا باطل بنص القرآن بإجماع الأمة، لكنه تاب توبة لأمر ما أراده الله له فختم الله له بخير. والقتل والموت حتى لو كان قصاصا لا يسقط حق المقتول، لأن القاتل إذا قتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. فحق أولياء الدم إما أن يرضوا بالقصاص أو بالدية أو يعفون، وما اختاروا لأنفسهم يقبل، إن طالبوا بالقصاص أو طالبوا بالدية أو طالبوا بالعفو، هذا حق أولياء الدم. وحق الله يسقط بالتوبة، من تاب تاب الله عليه. بقي حق المقتول فهذا في قبره، هو لا يدفع بشيء إذا اقتص من هذا الذي قتله، لأنه قد مات قبله، لكنه يأتي يوم القيامة فيأخذ بعنق من قتله ويقول: أي رب سل عبدك هذا فيما قتله، فيؤخذ له حقه بحسب حاله. فإن كان صالحا غفر الله له ما أعطاه حسنات، المهم لله عليه أن يرد.